اكتمال هذه الأسماء الباحثة عن انتصار جديد. فتحت البوابات على بركة الله، تنافس يجمع 20 رأس تتنافس على مسافة 2000 متر، باحثة جميع عن انتصار جديد في سجل السباقي. قيمة الجائزة 85,000 ريال. أقدر يبدأ الاندفاع من المنتصف في حضور أيضا لنوت في هذه اللحظات مع محاولات لعز العزم، الآن يظهر في المرتبة الثانية في هذه اللحظات مع محاولات أيضا للأحص، وكذلك ذر الشرف في المركز الرابع. حضور أيضا لنوت في هذه الأثناء مع محاولات التقدم لسكر زيادة في المركز الخامس. في السادس الآن فيما أقدر بنصف طول في المركز الأول، يذهب للمسار الداخلي مع محاولات عز العزم الذي يدخل بنشوة الانتصار الأخير في هذه المواجهة في مطاردة في المركز الثاني. لأقدر صاحب الصدارة في المركز الأول مع محاولات الحضور لنوت في هذه الأثناء مع أيضا ذر الشرف في المركز الثالث مع محاولات أيضا إلى حص من الخارج فيما أقدر في المركز الأول. لازال الخيال يحتفظون بجيادهم في هذه اللحظات. هنا الخيال يوسف الحصين مع أقدر ابن النجم الثاقب في الصدارة في المركز الأول، ينتظر الآن أخذ المستقيم فيما المطاردة تأتي في هذه اللحظات من النجم الكاسب الاسم المرشح في هذه المواجهة الذي يطارد أقدر صاحب الصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات. 400 متر الفاصلة، أقدر في المركز الأول، محاولات نوت أيضا للدخول في هذا الصراع الذي يشتد الآن. أقدر في المركز الأول مع محاولات النجم الكاسب للدخول ومطاردات لأقدر، الآن تشتد المنافسة أكثر فأكثر أكثر فأكثر. أقدر أيضا محاولات للنجم الكاسب الذي يندفع الآن بقوة، الصراع يشتد. النجم الكاسب بالفعل مشاهدينا الكرام يحقق المبتغى والمطلوب، ألف المبروك. ألف مبروك.